البدع كلها شر وضلال، وما قاله النووي وغيره من أن البدع تنقسم حسب الأحكام الشرعية إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، فإنه لا دليل عليها بعموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع كلها شر، ولكونها شرا فإن الفطرة تردها، إذ لو سلم الإنسان من تغير المجتمع الذي يعيش فيه وكان في مجتمع خال من البدع فإن فطرته ترد هذه البدع. كيف؟ إذا جاء الشرع وبين ووضح، فيكون هذا التبيين تقوية لما جاءت به الفطرة. ولذا قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ما سبب هذا التفرق والتفريق في الدين؟ هو البدع والخروج عن منهج الله عز وجل. فلو قال قائل: ما الدليل على أن البدع منبوذة؟ فيقال: الدليل دليلان، دليل الشرع والأدلة في ذلك كثيرة، منها ما أسلفنا ذكره، والدليل الثاني الفطرة